السلام عليكم حبوباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف دايرين مع الحجر الصحي؟ كنتمنى تكونوا لاباس، وكنتمنى ما تكونوش حسيتوا بالملل. كيف ما كنعرفوا كل شيء دابا الدار، حتى الخدمه اللي كنا ملاهين بها ما بقيناش خدامين، لهذا خصنا دابا نديروا شي حاجه باش ما نحسوش بداك الفراغ. المهم هاد الوصفه اللي غادي ندير دابا سواء للبنات سواء للدراري. المهم حنت جالسين في الدار وما كاين ما يدار، اللهم نشغلوا راسنا بشي حاجه اللي غادي تكون مزيانه لينا، و او ميم طون نحيدوا بها الملل. المهم هاد الوصفه اللي غادي نديرو هي كتصفي البشره وكتحيد الحبوب، و حتى بالنسبه للعيالات اللي عندهم التجاعيد هنايا اللي بداو تيبانوا ليهم مع المده كتحيدوا ليهم، وكتنفخ الوجه. كاين شي فئه ديال البنات ما كيحملوش يديروها حين تتنفخ الوجه، وواحد الفئه اخرى اللي ما عندهمش المشكل بحالي انا، ما عنديش مشكل ولو درتها ما عنديش مشكل. المهم قبل من هذا الشيء خصنا ضروري نطفو البشره ديالنا سواء بدي ماكيون. اما هذا انا كنت كنستعمل هذا في الاول، هذا غارني كيما الشمس، كنت كنستعمل هذا غارني وتسالى ليا. فاش مشيت بغيت ناخذو ما لقيتش بحالو، ولقيت غير هذا ديال نيفيا، وحتى هو وافقني صراحه بجوجهم زوينين. غير هذا حاولوا تاخذوا الماء ماشي الزيت، حيتاش كاين فيه الزيت وكاين الماء. انا هذاك الزيت ما تيعجبنيش حيتاش اصلا البشره ديالي دهنيه، داكشي علاش ما كنحملش انا هذاك الزيت، هذا الماء احسن. المهم من الاحسن يا اما تنظفوا وجهكم بدي ماكيون، ولا تغسلوه بشي غسول ديال الوجه بحال هذا بير سكين. هذا هو نورمالمون اللي كندير انا دائما، ولكن بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هادو ممكن يقادو غوماج اللي يكون غير في الدار وبمكونات اللي ساهلين، بحال نقول لكم واحد المكونات اللي كنديرهم بعض المرات فاش كيتسالى ليا هاد الغسول ديال الوجه، كنستعمل انا غير هادي في الدار. ومن الاحسن البنات ديروا هاد الغوماج، ولا الا كان عندكم شي غسول مزيانه، الا ما عندكمش غسول ديال الوجه ديروا غير هذا اللي غادي نوريكم دابا. غادي نديروا البنات نص معلقه ديال القهوه، ماشي سريعه الذوبان، نص معلقه القهوه ماشي سريعه الذوبان، هذيك اللي كتكون عند الحانوت كطحنوها كتاخذوها وكتطحنوها، حيتاش سريعه الذوبان ما غاديش يكونوا فيها دوك الحبيبات اللي غادي ديري بهم غوماج. غادي نحتاجو وحده، وغنديرو معلقه ديال سنيده بوليس البوليس، معلقه ديال سنيده كاين الشمس، وغادي نخلطوها بالزيت، زيت العود. هاي كورونا، سيري ليا باش ما تبانيش، تحاسي فردوس باش ما تبانيش في الفيديو. باش تحيد. المهم غادي نخلطو هاد المكونات، حتى انتي زوينه. نزول البنات. المهم غادي نديرو دابا كوماج الوجهين. تنبقاو تنديرو كوماج بحال هكا بشويه،
الصراحه البنات والله الا هاد القوماج هاكا اللي تتقاد بالقهوه احسن احسن من هادوك غير هادو باش زوينين ما كتحتاجيش تبقاي تخلطي وتوجدي هادو دغيا كتغسلي وجهك وتنوضي. اما هادو اللي كتقادي والله الا انا كيجوني احسن انهم كيبانوا لك كينقيو اكثر خصوصا هذا ديال القهوه. شوفوا البنات ما ديروش القهوه سريعه الذوبان حيت ماشي مزيانه. كندير قوماج صافي قلت لي ما ديريش في الفراش. البارحه البنات درت واحد القوماج للشفايف عرفتي زوين وحق الله زوين بزاف. من بعد وانا نوري لكم هو كتصايب بالقرفه وكتاخذي واخ كتاخذي هذيك الشيطه تاع السنان الا عندك شي وحده ما كتستعمليهاش وكتبقاي تحكي هكا الشفايف ديالك. دير لكم لايك قولوا لهم ديروا لايك ديروا سبسكرايب المهم البنات اللي اول مره غادي تشوف لاشين ديالي ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو معايا ضروري باش اي حاجه حطيتها تبقى تطلع لكم. شوفوا البنات فاش تبغيو تغسلوا البشره ديالكم حاولوا تغسلوا بشي صابون ولا شي حاجه باش ما يبقاش مزيت حداش هادي مقاد بالزيت والا غسلتو غير بالماء غيبقى مزيت لكم وجهكم. وبالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم ناشفه ننصحهم ما يستعملوش الصابون حيت اصلا بشرتهم ناشفه وغادي الصابونه تنشف لهم بشرتهم. نديرو شي غسول ديال الوجه اللي يكون فهمتي شتي نشف لهم البشره ديالهم. المهم البنات من بعد ما درنا قوماج دابا غادي نمشيو نغسلو وجهنا ونرجع لكم. شوفوا عرفتي دابا فاش درت هاد القوماج عرفتي كنحس ببشرتي ناعمه بحال ديال الدراري الصغار والله. المهم دابا غادي نقادو الوصفه ديالنا اللي قلت لكم. المهم البنات كيف ما قلت لكم غادي نحتاجو جوج المكونات اللي هما الحلبه مطحونه ها هي انا خديتها مطحونه وغادي تحتاجو الزبادي طبيعي بدون سكر. نديرو معلقه نديرو معلقه ولا جوج ديال الزبادي شفتو كندير انا كميه ديال 3 الناس وغادي نديرو دابا الحلبه ديالنا. دائما البنات خص الا بغيتو ديروا شي وصفه وديما كنقولها لكم خص دائما تكون البشره نظيفه باش يلاه الوجه ديالك يستافد من المفعول ديال المكونات. هادي انا راه درت هذا دابا شحال دابا 3 ايام نورمالمون هي في سيمانه كيبان المفعول ديالها. انا هي يومين والله الا بان لي وجهي بدات يتنقى. بالنسبه للبنات اللي كيخافوا على الريحه كاين اللي الحل اللي تيدير باش ما تبقاش الريحه. مزيانه غادي نخليه حتى ينشف. انا دائما هذا كنخليه حتى كيبان لي ينشف تبان لكم نشفات وغسلوا وجهكم بالماء. من الاحسن يكون البنات بارد حيت كيف ما كنعرفوا حنا الماء بارد زوين للبشره. البنات واحد الحاجه بغيت نقولها لكم نسيت ما قلتها لكم بالنسبه لهذه الحلبه اللي شريتها انا هكا مطحونه من الاحسن تشريوها عاديه وتطحنوها في الدار حيت هكا كتكون غاليه شويه.
هادي كتشريو كمية قليلة وغالية، أما إلا شريتوها ما مطحوناش كتشري ثمن قليل كمية كثيرة وكتقاديها في الدار. انا غير علاش مشيت شريتها هكا يا مطحونه وقاده، حيت مشيت تنقلب عليها في الحوانت ما لقيتش. ايه هاد الايام فاش نيت في فاش عندنا الحجر الصحي خرجت تنتقدى وانا ناخذها معايا وما لقيتش والله ما لقيتها. صافي لقيت هادي عند واحد من الحانوت واضطريت انني ناخذها. المهم البنات انا رجعت لكم كيف ما كتشوفوا نشف تقريبا نشف شفتوا. المهم دابا غادي نمشيو نغسلوا وجهنا ونرجع لكم، يلا خليكم معايا. وجهي ولا حمر، المهم البنات من بعد غادي نوريكم اشنو غادي نديرو. غنديرو هاد الماسك اللي كلشي تيعرفو، سلايس ماسك ديال كوريا، هذا اللي خديت انا ديال الكيوي خديته من بيم. الصراحة البنات انا اول مرة غادي نجربو وقلت نجربو معاكم. المهم غادي نجربو دابا ونشوفو كيف داير. صراحة هي كلشي كيشكرو. المهم دابا غادي نجربو ونقول لكم كيف جاني. هادو راه فيهم بزاف تنوع، كاين ديال الخيار، كاين هذا، كاين بزاف. نجربو نقول لكم كيف داير. واو في ريحه زوينه، واو ريحه زوينه، ولكن باش يتحل ولكن كيفاش كيتحل هادشي زوينه. كيوي على شكل كيوي. زوين زوين. فيها واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعة عشرة حداش طناش، فيها طناشر وحدة. عرفتي زوينة يا البنات. عرفتي شنو كتحسي بحال حاطة الحالة زونة في وسط وجهك. وحق الله بحال شادة حالة زونة حاطة في وسط وجهك، عند سيختو إلا بقيتي تتهضري تحسي بحال كيمشي. زوين والله إلا زوين، غنبقى ديما ناخدو. قال لك نخليوها من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. نخليوها من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. ما تنساوش تابوناو معايا وديروا لي لايك، وضروري ضروري ما تنساوش تخليو كومونتير. خليو كومونتير لو سواء تنصحوني سواء اي حاجه. المهم البنات خلينا دابا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه تقريبا، دابا غادي نحيدوه. والله حتى زوين، ودابا غادي نديرو
مساج يشد البشرة. المهم البنات كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. وبالنسبه للوصفه كانت ديال الحلبه والزبادي كنتمنى تجربوها ولمده اسبوع كل نهار، والله حتى غادي يبان لكم الفرق لمده جوج لما فاش غتستعملوها ثاني مره غادي يبان لكم الفرق. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا لايك، وضروري ضروري تابوناو معنا في لاشين باش تكبر لاشين ديالنا. وكنتمنى نكون تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، ونقول لكم دابا بسلام عليكم ونتلاقاو في لا فيديو المجيء ان شاء الله. السلام عليكم.